الزمالك. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ينصف اونكل ابو المعاطي ذاكر اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البحار. بالامس الوحيد في مصر اللي قال لك بندي سري يعرقل رحيل باتريس كارتيرون. لما قلت كده الناس بعد ساعتين ثلاثه كان مرتضى عامل الفيديو قال لك خلاص باتريس كارتيرون ماشي واخد له شهر 150 الف دولار وحكايه وروايه والموضوع خلص. لقيت رسائل انت قلت كذا وانت قلت كذا وانت قلت كذا. ايوه يا جماعه ما هو ده العقل، ما هو دي البنود اللي موجوده في العقل. شاء ربك سبحانه وتعالى ان يظهر مرتضى منصور مساء في احد البرامج الرياضيه على قناه الحدث وكشف المستور، وهو ان الراجل الطيب ده اللي كان بياخد هو وجهازه الفني 200,000 دولار شهريا باقي عقده لنهايه عقده كان المفترض ياخده اللي هو 7,200,000 دولار. 7,200,000 دولار ليه؟ لانك انت لم تنزل ما قلتلوش قبلها بشهر انك انت هتمشي. فمرتضى شرح بقى ان قال لك ايه يعني موضوع اذاعه الرساله الصوتيه ديت والحكايه والروايه، فنجح في استغلالها وان هو يقول للراجل يعني انت هو بتعمل وهتمشي وتساوي مش عارف ايه. مرتضى خده بالصوت وكلفته فخلى الراجل خاف، والراجل تواصل مع السفاره الفرنسيه قالت له خلص نفسك بنفسك واخدم نفسك بنفسك واخرج بسلام طالما انك انت عندك عروض اخرى من اهل جده السعودي ومن الاتفاق السعودي ومن انديه اخرى هتقعد تعمل مشاكل ليه؟ خلاص امشوا خلاص وانتوا يعني ما تقعدش بقى تقول الكلام ده. فده البند السري اللي انا قلت لك عليه واللي كشفه مرتضى امبارح ولم تتطرق اليه اي وسيله اعلاميه في مصر، وده يعود بفضل الله تعالى الى قوه علاقاتنا مع المقربين من رئيس نادي الزمالك واداره نادي الزمالك سواء الحاليه او السابقه، انك بتسال الناس العقد فيه ايه؟ قال لك العقد فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فالبند السري كان ان هو بقوله لك تاني دلوقتي يا استاذ ان هو لو مشي دون انذاره دون يعني قبل ما يمشي تقول له قبلها بشهر انك هتمشي، والا تدفع له باقي قيمه عقده كاملا لنهايه السنه الثانيه اللي هو مرتضى قال عليها امبارح ما يوازي 7,200,000 دولار هو ومساعديه وبالضرايب، اي ما يقارب من 115 مليون جنيه و200 الف ماشي. فاللي قاله مرتضى اكد ما ذكرته بالامس، واللي البعض قال لا ما هو مش الراجل ومش عارف ايه وما خدش غير شهر، ده الامر ده يعود الى اداره نادي الزمالك التي نجحت في التعامل مع الازمه بشكل قوي وناجح، انه مشوا وخدوا شهر وخلاص وارتاحوا منه، والراجل عنده عروض اخرى وعاوز يروح يشوف اكل عيشه ويشوف حاله ومحتاله بدل ما يقعد يوجع في قلبه. اذا ما ذكره اسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البحار بالامس عن وجود بند سري يعق رحيل بيتسو موسيماني كان كلاما صحيحا مليار بالمائة، واكده رئيس نادي الزمالك وانصفنا دون ان يدري ليه؟ اللي ما كانش حد قال الكلام ده غيرنا احنا خالص. لكن يحسب لاداره نادي الزمالك انها نجحت في التخلص من باتريس كارتيرون بشكل شيك وبشكل ما فيهوش ازمه وبشكل خد شهر وامشي وبشكل المظهر جيد كل واحد بيقول كلمتين حلو وهم بيتطلقوا طلاق بائن لا رجعه فيه. طلاق بائن لا رجعه، بس بنتكلم كلام كويس، ده مظهر كويس لازم ناكد عليه. واحنا كنا بنلوم زمان لما كان الراجل يستغيث بالسفاره الراجل البرتغالي وييجوا ويقفلوا عليه ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده. النهارده لازم نقول ان هو رحل بطريقه ايجابيه وبطريقه جيده من نادي الزمالك وان رحيله مكسب لاداره نادي الزمالك. السبب هو وجود حاله من عدم الثقه بينه وبين اداره النادي، فبالتالي هو دلوقتي خلاص مشي ووقع على كل حاجه، ولا يحق له الشكوى ولا يحق له الرجوع على نادي الزمالك باي حال من الاحوال، وده مكسب لاداره نادي الزمالك. وتبدا بقى تدور على البديل. لايك وشير وصلي على سيدنا النبي الزين. صلي على سيدنا النبي.